بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم المفضل بوليوود 100% معي أنا جوري باك. حلقة النهاردة حلقة مميزة جدا من داخل 4 Points by Sheraton من زي لاونج. خلينا نبتدي حلقتنا النهاردة مع الأخبار، وأول خبر معنا عن الممثلة والمنتجة ديا ميرزا. قالت إن شركتها الإنتاجية بتخطط لعمل 3 أفلام بوليوودية في الأيام المقبلة، وأضافت أنا لم أخطط لبطولة أي واحد منها، فنحن دائماً نهدف لتقديم أعمال جيدة غنية المحتوى لجمهور سينما اليوم بمن فيهم الشباب. خبرنا الثاني هو عن طاحونة الشائعات في عالم السينما، لا تتوقف في السينما ولا تتوقف في حياتنا الشخصية. الممثلة البوليوودية الجميلة كاترينا كيف لم تشارك مع الممثل شاروخان في فيلمه الشهير دون، سواء في الجزء الأول أو الثاني، وكان هناك توقعات مؤخراً حول احتمال مشاركتها في الجزء الثالث الذي سيخرجه أيضاً فرحان أخطر، لكن يبدو أن كاترينا لن تشارك في هذا الجزء، حيث غرد منتجه ريت السيتواني على تويتر أن المنتجين لن يغيروا فريق عمل الجزئين السابقين الذين سيشاركون في الجزء الثالث أيضاً. خبرنا الثالث هو عن النجم عامر خان والسبب وراء عدم اهتمامه بالجوائز. عامر خان هو الممثل الوحيد اللي بيهتم بنظرة المشاهدين لأفلامه وليس للجوائز، وعلقت زوجته المخرجة كيران راو عن هذا الأمر قائلة: عامر يقول دائما الناس هم الذين يكرمونني وأنا لا أريد شيئا آخر، وردود أفعالهم هي الأهم بالنسبة لي. عامر هو الممثل الوحيد الذي نادرا ما يحضر مهرجانات ومناسبات الجوائز. خبرنا الأخير هو عن المتألقة دائما كجول. من أقنع الجميلة كجول بعمل فيلم دلوالي؟ الممثلة كجول التي تسجل عودتها للشاشة من جديد مع الفيلم المنوع المسلي دلوالي مع المخرج روهيت شتي، تقول أن ابنتها نيسا هي التي أقنعتها بعمل فيلم ترفيهي مسلٍ أفضل من عمل أفلام الدراما. والآن حان الموعد لمشاهدة الإعلان الترويجي لفيلم دلوالي، الفيلم من بطولة النجم الكبير شاروخان والجميلة كاجول، ويشارك أيضا النجم الوسيم فارون دهوان وكريتي سان. دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. تو کبارا نہیں رہے گا اس منی بھائی کے لیے بھی ہم منی بینڈ ڈھونڈ لیں گے. تو آج بھی نہیں یہ پرندے تو اپنے چکر پکڑ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ واو یہ تو ماننا پڑے گا میرا. بڑے دل والے ٹائپ کی ہوں نا. شاید تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں. کنگ کنگ تو کیا میں تیرا آدھار کارڈ بناؤں بے؟ میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں. ویر نے صحیح کہا تھا آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف. ہم شریف کیا ہوئے؟ پوری دنیا ہی بدماش بن گئی. 15 سال بیت گئے. 15 سال 4 مہینے 10 دن. میری صبح ہو تم دھوکہ میرے ساتھ ہوا ہے. جو کرنا ہے میں ہی کروں گا. اشیتا ایم سوری لیکن بھائی سے بڑھ کے کچھ نہیں. Oh.
के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा। والآن موعدنا مع تغطيتنا للمهرجانات العربية، وخلينا نبتدي مع مهرجان مراكش. مهرجان مراكش منذ أحداثه سنة 2001 بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش من إثبات مكانته في ظرف عقد واحد من الزمن كواحد من أكبر مواعيد السينما العالمية. جمع مهرجان مراكش شخصيات بارزة من عالم الفن السابع من الشمال والجنوب من أجل صياغة رؤية متناسقة تتماشى مع طموحاته، وكان من بين أهدافها الرئيسية تعزيز نوعية الأفلام التي تخدم التطور الفني للسينما العالمية وتطور الصناعة السينمائية بالمغرب وتعزيز صورة المغرب في العالم كله. تعالوا بنا مشاهدين نشاهد مقتطفات من مهرجان مراكش لعام 2014، والذي شهد عرض فيلم النجم الكبير شاروخان هابي نيو يير بحضور مخرجة الفيلم فرح خان ونجوم الفيلم طبعا. مشاهدينا الأعزاء، فاصل ونرجع لكم، خليكم معانا.